صباحكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم وصباح الخير يا قدس، صباح الخير لاهل القدس، صباح الخير لجميع مشاهدينا في كل مكان. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صباح الخير يا قدس، ياتيكم على الهواء مباشره من قلب العاصمه القدس الشريف. لا ننسى ان نقول كل عام والجميع بالف خير، كل عام وجميع الفلسطينيين بالف خير، وخاصه الطوائف المسيحيه حسب التوقيت الغربي بمناسبه العيد المجيد وراس السنه الميلاديه. نقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير. كالعادة سنبدأ بالملف السياسي. هذه الجمعة الأخيرة من عام 2013، ماذا حمل عام 2013 لمدينة القدس ولفلسطين بشكل عام، وما الذي يختلف عن سابقتها من الأعوام، ما الذي حملته معها لعام 2014؟ معنا اليوم المحلل السياسي الأستاذ فضل طهبوب. يسعد صباحك. صباح الخير للمشاهدين لإخوتنا المسيحيين، وكل عام والجميع بخير. كيف صحتك استاذ فضل؟ نشكر الله. اليوم الحمد لله. الشمس جميله. نشكر الله، القدس دائما جميله بشمسها وبشتائها. استاذ فضل، راح اسالك سؤال عام جدا، ما الذي حمله عام 2013 لمدينه القدس؟ ما هي حصيله عام 2013 لمدينه القدس؟ يعني عام 2013 للاسف يعني كان في هناك تقصير بحق هذه المدينه من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يعني تركت إسرائيل ممارساتها في سنة 2013 في مدينة القدس بنفس الوتيرة والاستراتيجية الإسرائيلية، ولكن للأسف لم تكن هناك استراتيجية مقابلة عربية أو فلسطينية أو إسلامية حتى لحماية هذه المدينة، واعتمدت سنة 2013 بالفعل حماية مدينة القدس والدفاع عنها، يعني كانت على أكتاف أبناء مدينة القدس، وهم الذين وقفوا وما زالوا يقفون لحماية هذه المدينة والحفاظ على عروبتها وعلى فلسطينيتها. نفس أبناء المدينة يتصدوا للممارسات الإسرائيلية بسواعدهم وبصدورهم العارية ويتحملوا المعاناة من كافة الأشكال، سواء سياسية أو اعتقالية أو اجتماعية وحتى اقتصادية، لأنه معظم أبناء المدينة أو تجار المدينة أيضا يعانوا اقتصاديا من الضغوط التي تمارسها إسرائيل على المقدسيين من أجل تهجيرهم. هناك حواجز معروفة، وهناك بالفعل يعني حواجز عسكرية وسواها، والسور أو الجدار الفاصل عزل مدينة القدس عن بقية المجتمع الفلسطيني، وما زال هذا الانعزال قائم ومستمر، وتضيف عليه الضغوط الإسرائيلية. هذا ما حملته مدينة سنة 2013 لمدينة القدس. ولكن ما يميز العدوان الإسرائيلي على هذه المدينة يتميز في النصف الأخير من هذا العام بتكثيف الهجمة على المسجد الأقصى. نعم. وهناك كانت الصدامات ما بين الجماهير الفلسطينية أو أبناء القدس والإسرائيليين على هذا الموضوع، والإسرائيليين استغلوا الظروف العامة الدولية والمحلية لمحاولة فرض بالفعل استراتيجيتهم وشروطهم على المسجد الأقصى، والمخاوف ما زالت موجودة، وأعتقد أنه هذا وضع صعب جدا في المدينة. انطلاقا من هذه النقطة أستاذ، اللي هو اقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى تقريبا بشكل يومي، هل يمكن أن نعتبر عام 2013 ويؤرخ كهو أنه هو العام تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمنيا؟ أنا في اعتقادي الآن بداية للهجوم على المقصد على الأقصى ومحاولة الاستيلاء عليه بطريقة أو بأخرى، ولكن بالطريقة زمروها الناعمة تحت حماية الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، بالزيارات
الشكلية حاليا، ولكن المخطط الأكبر هو الاستيلاء على المسجد الأقصى كما حدث في المسجد الإبراهيمي. نعم. ومن ثم يصبح الأذان محظور في أعيادهم وفي أيام التي يريدون. الصلاة أيضا ستصبح محظورة وتقسم زمنيا ومكانيا، والعكس مكانيا، إذا وضع الإسرائيليون يدهم على الأقصى يصبح مكانيا إسرائيليا، ولكن يصح للفلسطينيين فقط زمنيا أن يصلوا متى شاء الإسرائيليون. هذا المخطط أعتقد راح يكون هو الصدام لسنة 2014 الحقيقي والحامي بين الفلسطينيين والسلطة الإسرائيلية. نعم. وأيضا بالرجوع لنقطة ذكرتها هي الحراك الشعبي المقدسي والذي كان الأبرز في مختلف على مختلف المدن الفلسطينية، كان هناك حراك شعبي مقدسي مميز ارتفعت وتيرته في الأشهر الأخيرة من عام 2013. كيف تقيم هذا الأداء وكيف وإلى أين سيأخذنا؟ أنا بعتبر أنه مواطنين مدينة القدس كل الاحترام والتقدير لهم، هم الذين يحمون هذه المدينة ويحافظون على رابطها وعلى فلسطينيتها طوال الفترة الماضية، وما زالوا يقومون بهذا الواجب حتى الآن. هم الحالة اللي على عاتقهم، بالإضافة إلى إخوتنا في 48 الذين يساندون موقفنا في مدينة القدس في حمايتها والاستمرار بعروبتها وفلسطينيتها. وينقلني هذا السؤال من الحراك الشعبي والصدور العارية بحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس إلى الاهتمام الرسمي. ما الذي تغير في الاهتمام الرسمي لمدينة القدس سواء من الميزانيات أو المشاريع أو حتى على صعيد العمل على الأرض؟ أنا في اعتقادي هناك تقصير كبير في مدينة القدس وفي فلسطين والموضوع الفلسطيني بشكل عام يعني، وبشكل خاص أنا لا أعتقد أن هناك فلسطين دون القدس، والقدس هي فلسطين حقيقة. والتخلي عن القدس أو يعني تغييب موضوع القدس هو بالفعل إضاعة للقضية الفلسطينية بشكل عام. وأعتقد بأنه هناك تقصير فلسطيني وعربي وإسلامي بهذه المدينة. الجامعة العربية لم تطرح مدينة القدس حتى الآن في أي محفل ذات قيمة، والمنظمة الإسلامية أيضا لم تعمل بما يجب من أجل حماية القدس، وأيضا الفلسطينيين مقيدين ببعض الاتفاقيات التي وقعت واللي لا يسمح للفلسطينيين أو للسلطة الوطنية الفلسطينية بالتدخل في مدينة القدس أو إنشاء أي مشروع خاص أو إلى آخره. وهون بقيت القدس على عاتق مواطنيها وسكانها يدافعون عنها بما يستطيعوا مع الحصار الموجود عليهم بشكل كبير، بمعنى آخر هم محاطين بحواجز عسكرية وبجدار فاصل بينهم وبين أبناء شعبهم. وعندما تعزل مدينة القدس عن الشعب الفلسطيني والتي يبعد 10 دقائق عن المدينة لا يسمح له بدخول القدس، يعني بأنك استفراد إسرائيل بمدينة القدس. والمحافل الدولية والعربية والسياسية على الصعيد الإسلامي والعربي حتى الآن يقوم بواجبهم اتجاه القدس. أنا لا أطالبهم بتحريرها عسكريا ولا قيام، نعلم ما يجري في الوطن العربي، ولكن نستطيع أن يقفوا في مجلس الأمن في وجه الولايات المتحدة والفيتو الأمريكي ويقيموا علاقاتهم مع الدول التي تساند إسرائيل بشكل كبير في مجلس الأمن. هناك عدة قرارات في مجلس الأمن لصالح مدينة القدس لا يدافعوا عنها ولا يطالبوا تطبيقها. وإذا تجمعت القوى الإسلامية والعربية في موقف واحد من أجل حماية القدس، أنا في اعتقادي حتى دوليا وفي القانون الدولي يستطيعون حماية مدينة القدس. لكن حتى الآن هناك تقصير شامل من كافة الأطراف فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، ويتركوا الإسرائيل فريسة، يتركوا القدس فريسة للإسرائيليين يلتهموها يعني قطعة قطعة. كما نلاحظ الاستيطان مستمر، هدم البيوت مستمر، اعتقال الشباب الفلسطينيين مستمر. وهي قضية أنا في اعتقادي نحن المرابطون سندافع عن هذه المدينة، هذه مدينتنا لن نتخلى عنها، سنعمل بقدر ما نستطيع للدفاع عنها وبما نملك. وطبعا يعني واضح ما نحن فيه من حالة عبارة عن أسرى مقيدين بالحواجز العسكرية وبالجدار الفاصل وبالجيش الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية التي تتحكم في مصير الناس وفي المدينة. في عام 2013 كما ذكرت ويعني زي ما فهمت أنا من تحليلك يمكن أن القدس مش موجودة على طاولة المفاوضات، يعني واضح 132% زيادة بنسبة الاستيطان، يعني زاد الاستيطان 132% في عام 2013، وطبعا لمدينة القدس ومحيطها حصة الأسد من هذا الاستيطان. مئات المنازل هدمت، وأيضا طبعا القدس هي لها مش حصة الأسد، أكثر بكثير من هذه المنازل التي هدمت، أيضا الأسرى المقدسيين وحتى الأطفال منهم.
سياسة الأسرى والتهويد، سياسات على مستوى الثقافة والفنون. الاعتداء على القدس مستمر، على المؤسسات الدينية وعلى التربوية والتعليمية. يعني حتى الآن لم تبنى مدارس عربية جديدة في مدينة القدس منذ أن أتت السلطة بشكل عام، يعني ولكن ما يبنى من المدارس فقط هو بسيط جدا، وحتى نستطيع أن نجد لأبنائنا للصف الأول ابتدائي مدارس تحويهم حتى الآن في المدينة، وهذا نوع من التجهيل وبالاعتداء على الوضع الثقافي وبالفعل تجهيل الشعب الفلسطيني. هذه مضايقات للشعب الفلسطيني لأجل الهجرة من هذه المدينة. وإذا لاحظنا تماما يعني، ومن يعرف ما يجري حول المدينة نرى ما يجري من بناء حول في منطقة كلندي والمناطق هاي، وهذه بغض الطرف من جانب الإسرائيليين واعتبارها منطقة قدس معنا خارج الحواجز العسكرية وخارج الأسوار، فتعطي حتى إسرائيل تؤدي إلى هجرة أكبر عدد من الفلسطينيين إلى هناك، ومن ثم بالفعل عزلهم عن هذه المدينة. هذا الأسلوب استعمله إسرائيل، ولكن لا توجد استراتيجية أخرى فلسطينية أو عربية لحماية هذه المدينة، للدفاع عن مواطنيها، لتنمية الوضع التربوي فيها أو التعليمي أو الصحي. حتى تعاني من بعض مستشفياتنا، يعني ذا المقاصد في كثير من الأحيان تعاني من وضع اقتصادي، مؤسساتنا هنا تعاني في مدينة القدس. يعني هناك بعض المساعدات والفتات ما يأتي للقدس من مساعدات، لا ننكر ذلك، ولا لبعض الجمعيات والمؤسسات، ولكن هذا لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يؤدي إلى حماية المدينة. فقط هي قطرات بسيطة تستطيع مساعدة بعض الأسر اللي حالتها بائسة، مع أن الإسرائيليين يحاولوا بالفعل الضغط الاقتصادي الاجتماعي على هذه المدينة بشكل كامل. وهذا موقف أنا في اعتقاد القدس في المراحل الأخيرة من إنهائها كمدينة حتى فلسطينية، لولا سكانها ومواطنيها الذين يدافعون عنها وبكل يعني بكل طاقتهم المحدودة طبعا. نعم. والمعروف كم هي طاقة الناس كونها معزولة وكونها لا تستطيع يعني الاحتكاك ببقية المجتمع الفلسطيني. يعني مش بس لا تعامل على أنها عاصمة لدولة، ولكن أيضا لا تعامل على أنها قرية صغيرة أو تجمع سكاني. يؤسفني أنه يعني بجوز مدينة أريحة الصغيرة أو أي مدينة أخرى أو أي حي من أحياء الضفة الغربية له ميزانية في الوزارة، ولكن القدس ليس لها ميزانية، وهذا واضح ضمن الاتفاقيات التي وقعت واللي بالفعل لا تسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تعمل في مدينة القدس. كان هناك في الاتفاقية جزء بسيط وهو لمنظمة التحرير أن تستمر كما كانت في منظمة في القدس، ولكن الإسرائيليين حتى هذا القرار البسيط ألغوا وأنهوا بيت الشرق اللي كان يعتبر مؤسس لمنظمة التحرير، مع أنه بيت الشرق كان هو بداية العمل السياسي والسلمي والاتفاقيات مع إسرائيل، إلا أنها إسرائيل لا تلتزم ولا تحترم أي اتفاق توقع عليه. فالقدس بحالة بائسة تحتاج إلى استراتيجية فلسطينية عربية إسلامية من أجل حمايتها. وطبعا يعني أنا أتوجه بالفعل إلى الدول الإسلامية وإلى حتى لأنه اعتداء يتم على المسيحيين والإسلاميين بالتساوي وعلى مؤسساتهم الإسلامية والمسيحية، وأكثر من مرة تم السنة الماضية الاعتداء على بعض الكنائس. إن أنا أتوجه للبابا أيضا ولشيخ الأزهر ولكل المؤسسة الإسلامية والعربية أن تعمل بالفعل بشكل جدي لحماية هذه المدينة من التهويد نهائيا والاستيلاء عليها. الآن يوجد أكثر من ربع مليون إسرائيلي في القدس الشرقية، والاستيطان مستمر ونهب الأراضي مستمر، وتهجير الفلسطينيين من هذه المدينة يتم بالقصر نتيجة الأوضاع والمضايقات الإسرائيلية. هذا حال القدس، ويؤسفني أنه يكون هذا الحال. وأعتقد أن العام القادم عام 2014 ستكون المعركة على المسجد الأقصى حامية الوطيس ما بين الإسرائيليين وأبناء هذه المدينة، وأعتقد أنه المدينة تستغيث بأن يساعدوها، ولكن الأقصى في السنة القادمة سيصرخ من أجل مساعدته على من كافة الأصعد، من يعني بيشتغلوا على نعم على كافة الأصعد. من هون بادر أنتقل لسؤالي، ما الذي قدم بشكل عام، ما الذي قدم لمدينة القدس عام 2013، وما هو المطلوب منا نحن كمقدسيين أو بناحية رسمية أو عالمية ودولية لمدينة القدس؟ أنا في اعتقادي في هناك قرارات على الصعيد الرسمي الفلسطيني، هناك قرارات مجلس الأمن لصالح مدينة القدس،
وطبعا اليونسكو ايضا لها دور، وكل المؤسسات الدوليه لها دور. يجب العمل بشكل دبلوماسي كبير وتجنيد كل الطاقات العربية والإسلامية من قبل الفلسطينيين لحفاظ على مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية، بمعنى آخر عدم الموافقة على ضمها، على مساعدتها، عدم تغيير معالمها الدينية والتاريخية، عدم تغيير وضعها بشكل عام والثقافية، لأنه هذه المدينة يجب حمايتها. اثنين، عدم المس أيضا ضمن حقوق الإنسان بالمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الذين يتعرضون لمضايقات دائمة وكبيرة. وأيضا هذه المدينة حسب قانون الدولي لا يحق للمحتل أن يستولي على أراضي أو يسكن أراضي المناطق المحتلة، لا يحق للمحتل أن يهجر أبناء المنطقة المحتلة، وهذا نحن نقع تحت الاحتلال، وهناك قوانين تحمي المواطنين وتحمي المقدسات والوضع التاريخي لأي مدينة تقع تحت الاحتلال. نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتجنيد كافة الطاقات العربية والإسلامية من أجل حماية مدينة القدس، لأن القدس يعني تحاول إسرائيل ابتلاعها نهائيا خلال العام القادم أو الأعوام القادمة. الاستراتيجية الإسرائيلية لم تتوقف منذ الاحتلال حتى الآن في تنفيذ مخططها في هذه المدينة، ولكن للأسف لا نجد مخططات مقابلة عربيا أو فلسطينيا أو إسلاميا من أجل حماية هذه المدينة. نتمنى أن توصل هذه الرسالة لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وأيضا نشد أيدينا على الجهات الشعبية وعلى الناس الصامدين لعلهم أنه يضلوا صامدين كمان للسنوات الجاية. أؤكد على كل الاحترام والتقدير لمواطنين هذه المدينة المرابطون الذين يدافعون عن هذه المدينة بكافة الطاقات الموجودة لديهم، ولإخوتنا في 48 الذين يساندون طبعا الدفاع عن هذه المدينة بشكل دائم معنا. وطبعا نتمنى من الجميع أن يأخذ دوره ومسؤولياته تجاه هذه المدينة. الأستاذ فضل طهبوب المحلل السياسي المقدسي، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم المواطنين بخير. هلا. مشاهدينا سننتقل لفاصل قصير ومن ثم نتابع. مشاهدينا مجددا بالملف الثاني لهذه الحلقة ولهذا البرنامج من هذا اليوم، هي تحية ومعايدة لجميع الطوائف المسيحية في مدينة القدس تحديدا وفي فلسطين بشكل عام وفي العالم. أيضا معنا اليوم السيد لؤي سعيد، وهو أحد مؤسسي جمعية بذور الحياة. يسعد صباحك. سعد صباحك، كل عام وأنتم بخير. بدنا التعايد على كل الناس اللي بيسمعونا هلا واللي بيشوفونا. نستغل الفرصه اليوم ببرنامج يسعد صباحكم من القدس، بنقول للجميع كل عام وانتم بخير، لجميع شعبنا الفلسطيني خص بالذكر المسيحيين من جميع الطوائف، كل عام وانتم بالف خير. لؤي، من جديد أضيئت شجرة عيد الميلاد في مدينة القدس للسنة الثانية على التوالي منذ عام 67، وكما علمت أنك أنت اللي كنت اللي أضأت هذه الشجرة، أي رسالة تنقلها هاي الشجرة للعالم من مدينة القدس؟ هي رسالة تنقلها الشجرة رسالة محبة
رسالة تآخي، إثبات وجودنا الفلسطيني في هذه المدينة. نعم، هذه الرسائل واضحة للجميع، ومنأكد على صمودنا في القدس من خلال المظاهر بالعيد، وحقنا في العيد، حقنا في الاحتفال في ظل ما نتعرض إليه في القدس من سنين سابقة من تهويد. فالإسرائيليين ما بدهم يشوفوا ولا أي نوع من أنواع الاحتفالات بالأعياد، إن كانت مسيحية أو إن كانت إسلامية. فهذا رسالة للجميع العالم، إحنا هون موجودين وسنبقى موجودين في جذورنا في أرضنا. نعم، في القدس الحبيب. لؤي، بدنا ننتقل لنشوف التقرير حول إضاءة شجرة الميلاد في مدينة القدس وأجواء العيد، عيد الميلاد المجيد وما يحمله من محبة وسلام، وبعدين بنكمل حوارنا نحن وياك. تفضلوا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، هكذا أطلقت القدس الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي بإضاءة شجرة الميلاد في باب الجديد بالقدس العتيقة، احتفال كان كتظاهرة وطنية شارك فيها المئات من أبناء الطوائف المسيحية ورؤساء الكنائس المختلفة ووفود رسمية فلسطينية وأجنبية، وحتى المسلمين من أبناء المدينة شاركوا إخوتهم في الاحتفالات. الأخ أبو ماجن ينقل جميع المسيحيين في فلسطين وفي القدس وفي العالم تهانيه بمناسبة أعياد الميلاد وعيد رأس السنة. اليوم أنا كنت سعيد جدا عندما وجدت الناس تلتحم مسلمين ومسيحيين كجسم واحد. ما أجمل هذه الفسيفساء عندما تظهر بهذه الطريقة الحضارية، هذه رسالة. إضاءة شجرة الميلاد بهذه اللحمة الوطنية والوحدة أظهرت القدس وكأنها محررة. الصغار كانوا فرحين والكبار ممتنين لهذا النسيج الذي يقرب تحقيق الحلم بالاستقلال. في هذا احتفال ديني، احتفال وطني، احتفال وجودي كفلسطينية مسيحية بالقدس وكفلسطينية بشكل عام، لا فرق بين مسيح ومسلم. احنا بالنسبه وجودنا احنا من اهل البلد واحنا اصحاب الحق واصحاب البلد. مبسوطه دوينا الشجره وميري كريسمس للكل. فقرات عديدة وجهد واضح رسم اللوحة الأكمل لاحتفال الميلاد بسواعد شبان حارة النصارى من البلدة القديمة وبدعم جمعيات ومؤسسات أوصلت رسالة بأن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية بأهلها المسلمين والمسيحيين. بنحتفل في هذا اليوم تنثبت وجودنا المسيحي الفلسطيني في القدس، ومنقول انه بحق لنا زي اي اتباع ديانات اخرى انه يحتفلوا في اعيادهم. 12 مترا طول شجرة القدس المحتلة تضاء للعام الثاني على التوالي بعد صراع مع معيقات الاحتلال منذ عام 67، نورها يربي الامل في نفوس المواطنين بان نور الاستقلال قادم. إضاءة شجرة الميلاد المجيد في العاصمة الفلسطينية تمثل رسالة سلام يبعثها الفلسطينيون من القدس إلى كل العالم ليذكرون بأن أمد الاحتلال طال على أرض السلام. من باب الجديد في القدس المحتلة، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين. شكرا كريستين، يعطيك العافية، كل عام وانت بخير انت واهلك واحبابك. لؤي، شفنا كل هاي الاحتفالات، هاي مظاهر الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد يمكن تختلف عن العام السابق اللي بلشت فيه كل هاي المظاهر تظهر في القدس من عام 67. شو اللي خلى العام هذا مميز لهذه الدرجة، منظم بهذا الشكل، المشاركة الفعالة والعداد الكبير اللي شاركت في هذه الاحتفاليات؟ بعد الاستمرار في الاستمرار والمثابرة على إظهار الوجود سنة ورا سنة، الشيء عم يتطور. فارتقينا في هذه السنة أنه نعمل اتحاد جمعيات حارة النصارى. فاتحدنا جمعيات، عدة جمعيات من حارة النصارى من مختلف الرعاية والطوائف الموجودة
قدرنا نجمع جميع رؤساء الكنائس لأول مرة في صورة واحدة. نعم. في احتفال واحد، فهذا شيء مش سهل، شيء صعب طبعا، في كسر حواجز، في كسر كثير من القوانين اللي إلها والعادات والأعراف اللي إلها سنين. صحيح، فهذا الشيء كان مش سهل، فقدرنا أنه نسويه بالمشاركة جميعا. جميع الأحياء في القدس، جميع الحارات شاركت معنا، إن كان مسلمين مسيحيين شاركوا في هذا اليوم لإظهاره بشكل أحسن ويليق في القدس. نعم. وكان مميز كثير انه الشجره السنه كانت كبيره ضخمه. نعم. العمل كان خلال شهر ونص، الشباب في القدس اجتهدت تشتغل حتى في العاصفه الثلجيه، اجلنا الميعاد واشتغلنا فيه، كان شويه اضرار. نعم. ورجعنا اشتغلنا. كان في مشاركه جماهيريه كبيره، الشعب الكل اجى، كثير ناس تواجدت السنه، كان في فرحة ظاهرة على وجوه الجميع، الأطفال المسنين، وهذا شيء دخل فينا إحنا كقائمين على العمل فرحة. نعم. وقالوا لنا يعطيكم العافية. يعني لؤي، طبعا يعطيكم العافية. بتعتقد أنه هذا العمل، نجاح هذا العمل ونجاح هذه الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد يعود إلى الصحوة الشعبية في مدينة القدس ولصحوة الشباب، أنه خلاص بكفي دولة الاحتلال راح تسيطر على كل ما فيها من ثقافة وأعياد وأديان وكل ما إلى ذلك من الأصعد اللي بتشتغل عليها دولة الاحتلال؟ هذا شيء أكيد، أنه الناس، الجيل الجاي، جيل الصاعد، جيل ذكي، موجود واعي، عم يشتغل على عدم الهجرة. نعم. عم نحاول انه نعمل وطن بوطننا، يعني. نعم. هذه هي الصورة، يعني انطلاقا من كلمة انه بدناش الناس تهاجر، وأرقام مذهلة ومفاجئة بعدد المسيحيين الموجودين في مدينة القدس وفي فلسطين بشكل عام. هناك كل عام وخاصة بالسنوات العشر الأخيرة انخفاض كبير بنسبة المسيحيين في فلسطين بشكل عام. فكرك شو سبب انخفاض هاي النسبة، وهل فعلا الطائفة المسيحية والمسيحيين مهددين في فلسطين وفي القدس بشكل عام؟ نعم، في يعني العيشة في القدس بالذات، أبناء القدس بالذات، أهل القدس بنعاني كلنا من الاحتلال. نعم. الحياة، جايين على الحياة مرة واحدة إحنا، والواحد بحق له إنه يعيش حياة كريمة ويعيش بسلام. نعم. يعيش بحرية، فالحرية في القدس معدومة لبعض الناس، فئات معينة اللي هن الشعب الفلسطيني طبعا. فهذا إشي بهدد الوجود المسيحي، بخلي الناس تدور على الحياة أحسن. في بعض السفرات للأسف إنه بيفتحوا باب الهجرة. نعم. الكنائس ترفض، بس بالآخر بيرجع القرار لصاحب الشأن، والمسيحيين عم بيهاجروا. نعم. وإحنا بنستغل هذا البرنامج. شو بدك تقولهم لهدول الشباب بيفكروا بالهجرة وبالانتقال للدول الأوروبية أو حتى لأمريكا، بيهاجروا بيتركوا القدس لحالها وبيهددوا حتى الكيان المسيحي في داخل مدينة القدس؟ صحيح. احنا، أنا بوجه رسالة لجميع المسيحيين وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني طبعا، الصمود في هذه البلد، عدم الهجرة، لأنه الهجرة العائلة بتروح بتأثر على عائلات أخرى تانية وبتضعف موقفنا في هذه البلد. نعم. فأنا بوجه رسالة خاصة لجميع المسيحيين أنه يصمدوا في هذه البلد، يصبروا، الحرية راح تيجي. فيش بلد بيضلوا محتل طول عمره، بالآخر راح يصير في لنا حريتنا وراح نكون أحرار في بلدنا، يعني إن شاء الله. اخيرا شو بتعتقد لؤي المطلوب من الجهات الرسميه وغير الرسميه والشعبيه ليحافظوا على الشباب المسيحي في مدينه القدس؟ طبعا المطلوب من القيادات الفلسطينيه والقيادات الدينيه الروحيه والرئاسه العربيه في كل البلدان العربيه انه تعطي دعم
للقدس لصمود أهلها فيها حقيقي، مش بس بالكلام على التلفزيون أو الشعارات. الشعارات بالضبط، لازم يكون في إشي فعال على أرض الواقع لا نخلي كل الشعب الفلسطيني موجود في البلد، يكون متلاحم دائما. وبدنا أنا أستغل الفرصة وأشكر كمان فخامة الرئيس أبو مازن محمود عباس على نظرته إلنا، على دعمه إلنا السنة. والأخ حنا عميرة محافظ القدس عدنان الحسيني ولجنة شباب البلد القديمة طبعا. اللي هاي اللجنة كتير 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 عملت أشياء منيحة للقدس. وزي ما بتعرف في عنا يوم الأحد في عنا في الأوتيل في الطور هون عشاء كريسماس بتقوم فيه لجنة القدس شباب القدس. فهذا بدل على التلاحم الوطني المسيحي الإسلامي الموجود فيها. هذه نموذج لكل الشعوب، لكل الوطن العربي يأخذوا مننا هذا النموذج ويطبقوه عندهم علشان إحنا واحد، كلياتنا شعب واحد. لؤي سعيد من الشبيبة المسيحية في مدينة القدس وأحد مؤسسي جمعية بدور الحياة، يسعد صباحك. سعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير، شكرا. أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. مشاهدينا سننتقل لفاصل قصير ومن ثم نتابع باقي فقراتنا. فجر مجد يتسامى ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. مشاهدينا ألف تحية لأسرى الحرية داخل سجون الاحتلال فردا فردا هذه المرة. الأسبوع هذا في القدس كان مميزا ليس فقط بسبب الأعياد وعيد الميلاد المجيد، ولكن أيضا بسبب إطلال وبزوغ الحرية على البطل الأسطورة والذي سطر بأمعائه الخاوية وبإصراره وبكفاحه وبكفاح أهله ووالدته الحرية والأمل لجميع الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال.
معنا اليوم الأسير المحرر الأسطورة سامر العساوي. يسعد صباحك. جميع مشاهدي هذا البرنامج، برنامج صباح الخير كوت. بالبدايه دعينا ان اترحم على ارواح شهدائنا. قبل ما تبلش كلام انا لازم احكي كمان يسعد صباحك لام رأفت، ولازم اسلم عليك كمان على الهواء، لانه كل الناس بدهم يحضنوك وبدهم يهنوك بسلامة سامر. الله يخلي إياهم، الله يخلي كل الشعب الفلسطيني والعربي وحتى العالم الأوروبي اللي تضامن مع سامر. أنا بشكرهم، بصبح عليهم، بصبح على الأسرى جميعهم. تفضل سامر، أنا بدي أسألك شو شعورك وأنت جالس اليوم بناتنا على هذا الجبل، على جبل الزيتون، وخلفك البلدة القديمة بمساجدها وبأقصاها وبكنائسها، فبدي أعطيك المساحة لتوصل كلمتك. بالبداية أترحم على أرواح شهدائنا وأتمنى الشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا، كما نبعث من هنا من مدينة قدس، نطير من هنا السلامات إلى جميع أبناء شعبنا داخل الوطن وبالشتات وباللجوء، وكما نصب على جميع أسرانا داخل السجون الذين يتابعون هذا البرنامج باستمرار وهم الآن ينتظرون هذا البرنامج. اليوم أنا هنا بمدينة القدس، وهذا الفضل يعود لله أولا وثم لأبناء شعبنا وأحرار العالم الذين ساندونا، بل شاركوا معنا بهذا الإضراب، لهم أنهم كانوا جنود حقيقيون بهذا الإضراب، ولولا هذه الجهود لما تحقق هذا الإضراب. نقول لهم صباح الخير. وشعور اليوم بأنني بالقدس شعور المنتصر على الاحتلال بفضل أبناء شعبنا وأحرار العالم الذين ساندونا وحاروا معنا بهذه المعركة. اليوم أنا بالقدس رغم عن الاحتلال، رغم عن السجان، كما أتمنى أن ينعم الأسر جميعهم بالحرية عن قريب ويعيشوا هذه الفرحة الذي يعيشها اليوم. نعم أم رأفت، بدي أسألك شو كان شعورك لما وصل هداك اليوم اللي بده يطلع فيه سامر واللي طلع فيه سامر واللي انتظرتوه من ساعات الصباح للمساء بعز البرد؟ الحمد لله رب العالمين. الفرحة يما ما بتنوصف، فرحتي كانت عارمة جداً، ويعني بعد طول عناء وعذاب وألم، والحمد لله رب العالمين، ربنا من علي في إني ألتقي في ابني من جديد. وكانت فرحة بحكي لك لا توصف، لما حضنته في حضني كأني حاضن العالم كله، لأنه العالم كله برضه كان معانا في مناصرة سامر في إضرابه. حسيت إننا أنا وسامر عم بنحلق في سماء فلسطين وبنلف مدينة مدينة في سماء فلسطين. بنشكرهم لأنه الكل كان مع سامر في إضرابه، والكل سنده، الكل كان يتضامن ويوقفوا وقفات طويلة في عز البرد في عز الشتاء. أنا كتير كتير بشكرهم، كل الشعب الفلسطيني والعربي والعالم، قسم كبير من العالم كان مع سامر. كل إنسان حر شريف طبعا بيسعى لأنه يساند إنسان بيطالب في أبسط حقوقه، يعني حريته وكرامته. فهالإنسان يا بنتي بدون كرامة وبدون حرية بيسواش إشي، يعني لإيش عيشته الإنسان. فأنا مبسوطة كتير كتير، الحمد لله رب العالمين، وهذا الفضل برجع أولا أخيرا لله سبحانه وتعالى، لأني كنت دائما أنا موكلة أمري لله سبحانه وشعبنا الكريم المقطع. الحمد لله. الحمد لله. بدنا ننتقل نحن وإياكم لنشوف هالتقرير اللي قعدته كريستين ريناوي حول يوم الإفراج ويوم الحرية لسامر العساوي، وكيف كان استقبال الجماهير على الرغم من تنغيص ومحاولة تنغيص قوات الاحتلال بسلطاتها المختلفة إنه ما يصير في أي مهرجانات جماهيرية أو أي احتفالات. وبنرجع بنكمل حوارنا معكم، تفضلوا. لم يكن تحريرا لسامر العساوي وحده، فالعاصمة بدت وكأنها محررة بمجرد وصول موكب المحرر العساوي المهيب. استقبال شارك فيه الآلاف من المواطنين ولفيف من الشخصيات الرسمية والدينية الإسلامية والمسيحية. كل من استطاع الوصول إلى القدس المحتلة جاء ليزف البطل المحرر صاحب أطول إضراب عن الطعام في التاريخ بحصيلة 9 أشهر. عاد إلى مسقط رأسه العيسوية بالقدس كسرا قيد السجان بإرادته.
اليوم أبناء القدس وأبناء قريتي اليوم هم يحتفلون بالانتصار الذي حققوه، لأن هذا الانتصار هم أصحاب هذا الانتصار، هم أبطال هذا الانتصار، هم الذين وقفوا ونزلوا إلى الشارع وبأجسادهم العارية، وهم الذين تنشقوا المسيل للدموع، هم الذين أصيبوا واعتقلوا، واليوم هذا الانتصار هو لهم. كما قلت اليوم هو رمزية إطلاق سراح اليوم هو تتويج الانتصار الذي تحقق. عرس وطني الجميع تنفس فيه الحرية بعد فترة طويلة من حبس الأنفاس وخطورة خلال إضراب سامر عن الطعام كانت تلسع حياته وتهددها. وعلى الرغم من انهماك الاحتلال في التنغيص على فرحة الإفراج عنها بقرارات هنا أو هناك، تواصلت الاحتفالات منذ ساعات الصباح حتى ساعات الفجر الأولى في يوم الانتصار. أخيرا تجمعت العائلة والتم الشمل والدموع تبدلت بالضحكات الممزوجة بالفخر. هرمت مليون سنة صار عمري بهالتسعة أشهر، الحمد لله رب العالمين، وأخرت التعب والمعاناة والألم، والحمد لله طلعت نتيجة إنه سامر انتصر في إرادته وقوة عزيمته ونال. المهم إنه أخذ كل إشي طلب فيه. سامر العساوي بات رمزا ناجحا للصمود والإرادة والتحدي، فانتصاره في معركة الأمعاء الخاوية فتح ستارة الأمل أمام الشعب الفلسطيني بأنه بالثبات والتمسك بالقضية يولد فجر الحرية. قالها إما شهيدا أو منتصرا، وها هو يتوج منتصرا بفضل عزيمته وإرادته التي افتخر بها الفلسطينيون أصحاب القضية وأحرار العالم. من قرية العسوية في القدس المحتلة، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين. يعطيك العافية كريستين. سامر، بدي أنتقل لك من هاي أجواء هاي الفرحة والشعور بالنصر والشعور بالحرية واللي استقبلوك فيها كل الناس، الصحفيين من الصبح كانوا موجودين أمام السجن، الأهالي، الأهالي العيسوية، أهالي القدس، حتى من خارج مدينة القدس من استطاع يوصل لهون وصل. شو السبب فكرك الشعور بالنصر؟ هل كنا بحاجة فعلا لأن يخرج بطل من داخل سجون الاحتلال حتى يشعرنا بالنصر؟ لأن جميع مشاركوا بهذا النصر سواء من وسائل إعلام مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة، أبناء شعبنا أيضا شاركوا بهذا الانتصار. الانتصار هذا هو مهم جدا خاصة للمقدسيين. نرى بأن هناك حملة تهويد شرسة ضد مدينة القدس من أجل تهويدها، وإصراري للعودة إلى مدينة القدس وإصرار أبناء شعبنا وبالخصوص أبناء مدينة القدس هو تثبيت هوية هذه المدينة بأنها هي مدينة عربية فلسطينية، لا يوجد للاحتلال مكان بهذه المدينة. نحن يعني رفضوا بعملية الإبعاد وأصروا أن أعود للقدس كما أصريت أن أعود للقدس، هذا للتأكيد بأن للاحتلال لا وجود وعلى الاحتلال أن يرحل على هذا القدس، لأن بإبعاد أي مقدسي هي خسارة للقدس وفتح مجال لإحدى المستوطنين الحاقدين بالعيش بمدينة القدس، وبعد ذلك يطالب بأن له حق بالمسجد الأقصى، وهذه أعتبر بأنها مسألة خطيرة وخطيرة جدا، وتعتبر من الخيانة أن يخرج مقدسي من مدينة القدس، لأننا حماة هذه المدينة، لأن هناك جدار يفصل بين أبناء شعبنا ومدينة القدس، واليوم هو حماية القدس على عاتق المقدسيين، ومن هنا أهمية هذه المسألة، وهم احتفلوا بالانتصار الذي هم حققوه جميعهم، ليس سامر الانتصار ليس سامر، هو لأبناء شعبنا وأحرار العالم الذين قاتلوا بهذه المعركة، هم جنود بهذه المعركة حقيقيون، وأنا جندي من جنود هذه المعركة. لولا أبناء شعبنا ووسائل الإعلام لما انتقلت الرسالة والصورة إلى أحرار العالم ليلتفوا حول هذه القضية. نتحدث عن الالتفاف حول هذه القضية، بس بداية بدي أسأل ام رأفت،
هل شعرتي بأصعب الأوقات ولما كان سامر موجود في المستشفى ولهديك ونرجع لهذاك الوقت قديش كان صعب فعلا؟ أنت هل فعلا بلحظة من اللحظات فقدت الإيمان أنه ممكن لا سمح الله ما يرجع لك سامر؟ لا، أول مرة أنا كان إيماني بالله كبير، يعني هو الأول والأخير، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقرر مصير الإنسان. نعم. ربنا خلقنا وهو اللي بيميتنا. أنا لما كان الصحفيين يجي يحكوا لي ابنك عم بيموت بالسجن وانت لساتك شادي حالك، في البعض منهم يحكي لي لازم تبكي، لازم تصيحي، لازم تعملي، أحكي لهم لا أنا لا ببكي ولا مرات ضعفت، كنا إحنا نبكي بس كنت أنا معتمدة على الله سبحانه وتعالى. يعني ما كان ربنا معطيني الإحساس إنه سامر لا سمح الله بده يستشهد، كنت على أمل إني ألتقي فيه، بس هذا الأمل إمتى وفين وكيف ما كنت أعرف. إيه لا، ما كان عندي هذا الإحساس، بس الخوف كان مسيطر علي والحزن. الحمد لله رب العالمين. كان إيمانك في محل سامر في جنبي وبحسه وبلمسه وحاسه إنه حقيقة عندي، يعني مش الحمد لله. الحمد لله. اسمح لي أن أرجعك شوي لورا لحدث الناس، ما هي أصعب الأوقات اللي مرأت عليك بفترة الإضراب عن الطعام وهو الإضراب الأطول؟ هو الإضراب بشكل عام صعب، ولكن لم أشعر بصعوبة، لأن من بداية اتخاذ قرار الإضراب كان أمامي خيارين، أما الشهادة أم الحرية، شهيدا للقدس أو حرا للقدس. نعم. وكانت هذه قناعتي، لأن هناك كان محاولة على التفاف الصفقة وتفريغها من مضمونها، وهناك التزام تجاه الشهداء الذين ضحوا وجرحوا وأبناء شعبنا بقطاع غزة الذين عانوا الكثير من أجل إتمام هذه الصفقة، ورفضت أن أكون جسر يعبر على من خلال الاحتلال على جماجم الشهداء وأبناء ومعنات أبناء شعبنا، والمحافظة على الأسرى الذين تم تحريرهم لمدينة القدس والضفة الغربية. لو استسلمت لهذا الأمر وتم إعادة الحكم السابق لك لا فتحت الباب أمام الاحتلال ليعتقل الأسرى الذين تحرروا القدس والضفة، وأنا لم أكن مستعد أن أكون أنا البوابة الذي يدخلون منها بالالتفاف على الصفقة. ومن هنا قررت باتجاه يعني واجب اتجاه كل التضحيات أن أخوض هذا الإضراب عن الطعام من أجل وقف الاحتلال عن هذه الممارسات وانتهاك اتفاقية صفقة التبادل. نعم. والحفاظ على هيبة مصر كأكبر دولة عربية. حاول الاحتلال كل مرة يحاول الاحتلال إهانة دولة مصر، لأنها هي التي كانت راعية هذه الصفقة، وهي الدولة الوحيدة التي انتصرت على الاحتلال بطريق عن طريق الحرب، وهو يحاول باستمرار إهانة هذه الدولة. من هنا جاء الإضراب للمحافظة على الكرامة الفلسطينية وعلى دماء شهدائنا والمحافظة على الأسرى الذين تحرروا. وكان قراري بأنني لست أفضل من الشهداء ولست أفضل من الأسرى ولا الجرحى، لأنهم كلهم ضحوا من أجل حرية الأرض وحرية الوطن والحفاظ على كرامة أبناء شعبنا، وأنا جندي من جنود هذا الوطن وقمت بواجبي. لا أعتبر بأنني قمت بشيء غريب، لأن من يقدم روحه هو أشجع مني، وأنا قمت بما تمكن بي أن أقوم به وهو إضرابي عن الطعام. بس شو هي أكثر مرحلة مرأت فيها صعوبة في هذيك الفترة خلال 9 أشهر؟ يعني أنت شعرت حالك إنه أنت هالقد تعبان أو أنت هالقد يمكن بلحظات ضعف، خلينا نحكي، لأنه الواحد إنسان في النهاية. بصراحة عندما ما كنت بالمستشفى الخارجي كانت نبضات قلب تصل إلى 24-28، وكان مدير المستشفى هو اختصاصي قلب، وكان يأتي دوما كل يوم صباح يأتي إلي وأنا مبتسم ويقول لي على ماذا تبتسم إذا كان أحد غيرك الآن نحن سنقوم بإحيائه إحياء ساقات كهربائية. نعم. ما يجري معك هو معجزة. بحسب التقارير الطبية والأطباء بأن كانوا ينتظرون بأي لحظة أن أفارق الحياة أن يتم أن أستشهد، ولكن ولا مرة من المرات شعرت بالضعف أو بأنني. نعم. يجب أن أوقف الإضراب، لأنني كنت أتابع ما يجري بالخارج وكنت أستمد القوة والطاقة والعزيمة من أبناء شعبي وأحرار العالم الذين كانوا يلتفون حول هذا الإضراب، وأي محاولة للرجوع هي اعتبرت أنها خيانة أولا لدماء الشهداء والجرحى كما ذكرت وأبناء شعبنا وكل الذين خاضوا هذه المعركة، لأنهم هم من كان بالصفوف الأمامية، هم الذين استنشقوا الغاز، هم الذين تصابوا، منهم من اعتقل،
فهذه وكانوا مصرين على الانتصار أن ننتصر، لأن مدينة القدس بحاجة لانتصارات، لأننا نرى باستمرار هناك هذه المنازل، اعتقالات، مصادر أراضي، فكان الانتصار لابد أن يتم. إن كنت شهيدا، يعني كنت كل مرة أقول لو استشهدت سألتقي بأحبة فارقونا، وشقيقي هو شهيد كنت أشتاق له كثيرا، كنت سألتقيه، وإذا عدت إلى أهلي سأعود إلى والدتي ووالدي وأخواني ولا أبناء شعبي وما محبيني. بكل الحالتين أنا منتصر. نعم. أنا لم أسلم بالأمر. الإيمان الواقع. بالقضية وبقدسية هذه القضية هي اللي أمدتك بهذه القوة وهذه الشجاعة. بالضبط تماما. لم أضف نهائيا، يعني كنت على مفرق، دخلت إلى طريق الشهادة أكثر من طريق الحرية. نعم. حيا كنت أنتظر الشهادة بأي لحظة، ليس حبا بالموت ولكن هو حبا للكرامة وحبا لأبناء شعبي والحفاظ على كرامتهم ووجودهم على هذه الأرض ورفضا للاحتلال. ست رأفت، هناك عدد من التصريحات من الشخصيات في دولة الاحتلال، شخصيات سياسية، منها يوم تحرر سامر العساوي كانت تطالب بإعادة اعتقال سامر العساوي، وما قاله ليبرمان كان أقسى ما يمكن أن يقال، أنه يجب إعادة سامر العساوي إلى المعتقل مرة أخرى. بالفعل هم يعني قبل ما يطلقوا سراح سامر كانوا هم بيحاولوا أنه يقللوا من فرحتنا، أنهم يكسرونا من أول وجديد، لكن نحن ضلينا فرحانين مع أننا كنا بانتظاره في كل الوقت في باب السجن، نقول مرة أنه يمكن مش بالسجن، ودوه منطقة تانية زي ما بيعملوا مع بقية الأسرة، فأصرينا وضلينا موجودين إحنا وهالحبايب اللي كانوا معانا لحد ما طلع. بس لما صرح، طبعا أي أساس أنت بتصرح أنك بدك ترجع تعتقل سامر، إنسان لسه ما إلوش يوم طالع. طبعا هو ما بده ينسى اللي عملوه فيه يعني بلحظة ويوم، ولا حتى ما حتى يموت، يعني مش ممكن أي إنسان ينسى إساءات الإسرائيليين لنا، يعني إساءاتهم كتير كتير، فوق ما هم مخدين أرضنا ومحتلينها ومتمتعين فيها، ونحن محرومين من أدنى حقوقنا. نعم. فيعني يضل يحكي شو أسوي له، يا ربنا بيحمي إن شاء الله في النهاية. إن شاء الله. إن شاء الله يا منى. سامر، حدثنا عن ما كان يحصل معك خلف الكواليس، يعني بعيدا عن الكاميرات، بعيدا عن الإعلام، كيف كانوا سلطات السجون بيعاملوك؟ ما هي مثلا اللي أواك داخل السجن بعيدا عن الكاميرات وبعيدا عن ما يحصل خارج المعتقل؟ من بداية إضرابي أبلغت مصلحة السجون بأن هذا الإضراب ليس لهم علاقة بهذا الإضراب، ولكن حاولوا الضغط من أجل أن أنهي إضرابي. طبعا كان الضغط عليهم من قبل الشباك من أجل أن يقنعوني بأن أنهي. نعم. الإضراب، ولكن قطعت عليهم الطريق، قلت لهم أن هذا الإضراب أنا نعم بدأت هذا الإضراب، ولكن قرار انتهاء هذا الإضراب ليس بيدي أنا، بيد أصغر طفل فلسطيني خرج إلى الشارع لكي يحارب من أجل أن ننتصر بهذه المعركة، وهم يقررون أن أوقف الإضراب أم لا. وقطعت عنهم هون الطريق، فلم يعد يعني هناك ضغوط، لأن لا نتيجة، لم يخرجوا بنتيجة من كل الضغوط، وكان كل مرة. شو طبيعة هاي الضغوط؟ بأن لا أحد يقف معك، بأن أبناء شعبك ليسوا متفين حول إضرابك، لا يوجد مساندة، لا يوجد شيء، لا أحد يعلم عن هذا الإضراب. ولكن كنت أنا بالعكس متأكد، طبعا لا يوجد وسائل، لا يوجد تلفاز، لا يوجد. نعم. يعني لا يوجد وسائل تواصل الاتصال. نعم. ولكن كنت من داخل متأكد بأن أبناء شعبنا ملتفين حول مسألة إضراب، لأننا شاهدنا الكثير من المواقف من اتجاه أبناء شعبنا اتجاه الحركة الأسيرة، وأنهم باستمرار يخرجون من أجل مساندة الحركة الأسيرة بإضراباتهم عن الطعام، كما حدث في 2012 عندما أضرب الأسرى الكثير كثيرا خرجوا للشوارع، وكانت هناك اقتربنا لانتفاضة من أجل نصرة الأسرى. كنت متأكد بأن الإضراب هناك دعم كبير لهذا الإضراب، وقطعت الطريق عليهم. نعم. لكي لا يستمروا بالضغط. لكن معاملتهم الإنسانية داخل السجن على المستوى الإنساني، مش الإنسانية إنه بطريقة إنسانية. هناك أنا لا أحب هذه الكلمة، كلمة إنسانية، لأن الاحتلال غير إنساني. من صحيح.
يأتي ويسكن فوق أرضنا ويطرد شعبنا ويقتلنا هو ليس إنسانيا، ولكن هناك كان تعاملا يريدون المحافظة على حياتي خشية، لأن قضية الإضراب صارت قضية رأي عام محلي وعالمي، وكانوا هم يخشون من ردود الفعل المحلية والعالمية. من هنا بدأ يعني كان الاهتمام بالصحي بقضيتي، هذا هو الذي يعني كان يركزون علي أن لا أموت وأنا داخل هذا داخل السجون. المحافظة على حياتك مش لأجل حياتك ولكن حتى ما يصير في تصعيد خارج أو داخلي. كما أريد أن أنوه هنا نقطة ونقطة مهمة جدا، إن الإضراب الفردي يختلف عن الإضراب الجماعي كي يكون من أجل أن يعلم أبناء شعبنا بهذه المسألة. الإضراب الفردي هناك تجاوزات وهناك كثير من الأمور الذي لا يأخذها الأسرى عندما يضربون إضراب جماعي. الإضراب الفردي نأخذ السكر، الفيتامينات، المدعمات، المنشطات، كل هذه الأمور نأخذها في الإضراب الفردي، هذا هو من لهذا يطول الإضراب. ولكن الإضراب الجماعي هو فقط الماء، كان ماء وملح، ولكن بالفترة الأخيرة منذ 2004 الاحتلال لإدارة السجون ترفض أن يكون هناك ملح داخل السجون، ورأينا سقط الشهداء بصفوف الحركة الأسيرة عندما كانوا يخوضون إضرابات عن الطعام يستمرون لحد يصلون 19 أو 20 يوم يسقط شهداء، لأن الأجسام تختلف، هناك ماء لا يستطيع الأسرى تناول السكر أو الفيتامين أو المدعمات، لأن هذا يعتبر خيانة للمجموع مجموع الأسرى. إن أخذوا هذه المدعمات والمنشطات يطول مدة الإضراب ومداه. وهناك فرق بين الإضراب المطلبي لتحسين ظروف الحياة وفرق بين الإضراب الإداري أو الإضراب الذي خطه أن نكسر قرار الاحتلال بإعادة حكم الذي كان أرادوا إعادته لي، لكي تكون هذه الصورة واضحة لأبناء شعبنا. لأن الأسرى اليوم الإداريون سيخذون إضرابا عن الطعام، هم بدوا بخطوات تصعيدية، ونحن نضع 80% من الانتصار بالإضراب أو تحقيق الإنجازات هو مرتبط بمدى والفعاليات وحركات التضامن والتساند بالخارج وليس على الداخل. بالداخل نضع 20% علينا و80% على أبناء شعبنا يكون بالإضراب. انطلاقا من هاي النقطة تحديدا، هناك عدد من الناس اللي كانوا بتحدثوا سواء في الصالونات المغلقة أو المفتوحة، هناك من شكك في طول هذه المدة ومقدرة سامي العساوي على الصمود أو مقدرة أي إنسان على الصمود لهذه الفترة الطويلة، هناك من شكك أيضا بالنية وبالهدف من هذا الإضراب، وهناك من قال أيضا أنه هناك في تأثير سلبي على الحركة الأسيرة من سبب إضراب سامي العساوي، هناك أيضا تأثير على الأسرى والمعتقلين اللي حاولوا يضربوا مثلا بعد سامر العساوي ولم يلتفت إليهم لا إعلاميين ولا حتى الناس العاديين ولا الجهات المسؤولة. كيف أنت بترد على هاي التشكيكات وعلى هاي الشكوك اللي أكيد سمعتها مش بس هلأ بنحكي فيها؟ أنا ذكرت أن الإضراب الفردي هناك تجاوزات بالإضراب الفردي وهناك الكثير من الدعامات التي تطير مدى هذا الإضراب. الإضرابات كما قلت هي تختلف الجمعية عن الفردية. نعم. الهدف كان هدفا واضحا، هي الآن هناك بريق أمل للأسرى بأن هذه الحالة هناك إداريون حققوا انتصار، ولكن هذه الحالة الأولى بداخل الحركة الأسيرة وهذا إنجاز هو ليس لي ولا للحركة الأسيرة. نعم. بأن كسرنا قرار، يعني عندما أنا تم الحكم عليه 8 شهور بمحكمة الصلح أصبح حكمي 20 سنة و8 شهور، أنا كسرت قرار 20 سنة، أنا خرجت من 20 سنة، أنا محكوم 20 سنة، فكسرت هذا قرار محكمة، قرار حكومي كسرته بهذا القرار، وأنا الآن حر. كما يعني عندما نقول أنا محكوم 20 عام والآن أنا حر، انتصرنا بهذه المعركة مباركة أمل عدد كبير من الأسرى بالذات. والآن الأسرى هناك بعض الأسرى يدرسون هذه المسألة، وهناك حديث بالإضراب عن الطعام حتى الشهادة أو الحرية إذا لم تصفر المفاوضات بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى. هناك تفكير جدي بهذه المسألة، لأن هنا حدثت هنا الآن هناك تجربة حية، والآن ها هنا أنا بالقدس والمسجد الأقصى ورائي، فهذه الآن الأسرى يفكرون بهذا الموضوع وحققنا الانتصار. طال أمد الإضراب أم قصر، ولكن الهدف عندما أنا قلت سأعود للقدس حيا أم شهيدا، أنا عدت للقدس، أنا لم أطلق شعارات، لا أحب أن أتحدث بالشعارات، أقول ما أنا مقتنع به. نعم.
لا يهمني ما يقول الآخرين لأن أنا صاحب هذه المسألة. أنا جندي من جنود الوطن. أنت من خطرت في حياتك؟ نعم. لم أخاطر، أنا قمت بواجبي، ولكن أنا عندما قررت أن أدخل بصفوف الثورة من أجل القيام بواجبي تجاه أرضي وشعبي، كنا نضع بالحسبان بأننا سنكون شهداء أو أسرى أو جرحى. هذه هي حياة المناضل. نعم. لا نستطيع أن نتراجع بعد أن خذنا هذه التجربة، وعندما ندخل داخل الأسر يعني نزداد قوة، نزداد صلابة، نزداد معرفة وخبرة. ليس من المعقول بعد أن يتم تحرير الأسير وإعادة إتقاله أن يسلم الأمر الواقع. نعم. وخاصة كما ذكرت بأن هذه محاولة على الالتفاف على هذه الصفقة، وهذا إنجاز يسجل للحركة الأسيرة، لأن الحركة الأسيرة هم مناضلون خارج السجون، اليوم هم مناضلون داخل السجون، لأنهم يواجهون حملة شرسة من قبل إدارة السجون. هناك محاولة من الآن ممنوعين من التعليم، هناك الآن كما نرى بالآونة الأخيرة ازدياد بحالات الإصابة بالأمراض السرطان. نعم. والأمراض الأخرى. هناك الآن 5 أسرى الذي أنا أذكرهم، 5 أسرى بحالة خطيرة جدا جدا، ياسر يسري المصري ومعتصم رداد يعانون من مرض السرطان وهم تفشي بأجسادهم، والأطباء الإسرائيليون قالوا بأن من 3 شهور ل 6 شهور تبقى لمعتصم رداد، ومن 6 شهور لسنة تبقى لياسر المصري كي يبقوا أحياء. هناك أيضا إصابات بالسكري هناك قضية واضحة جدا للأسرى المرضى. بالضبط، إهمال طبي واضح. نعم. هناك قرار إعدام بحق الأسرى أمام صمت عالمي و محلي ربما أيضا من قبل المسؤولين. يجب أن يكون ضغط حقيقي وجدي من أجل إطلاق سراح الأسرى، كما أذكر منصور موكدة وخالد الشويش وناضل الأقرع. نعم. هؤلاء 3 عشون على مخدر، ناصر الشويش، خالد الشويش ومعتصم ومنصور موكدة يعيشون على المخدر، أيضا نهض الأقرع يعيش على المخدر، ليس أدوية، كلها مخدر. مهدئات. نعم. الآن كثيرا يسمعون أسماء هذه الأسماء بالإعلام ويقولون لماذا لم يستشهد حتى هذه اللحظة. نقول لهم لأنهم الآن يعيشون على المخدر وليس على الأدوية، على المخدر يعيشون وليس على الأدوية. رأينا في هذا العام 4 شهداء خرجوا من داخل الحركة الأسيرة، وهذه أول مرة يخرج من الحركة الأسيرة 4 شهداء بعام واحد. نعم. خلافا عن ما كان عندما تم إعدام محمد جمجوم وفهد حجازي وعطا الصغير، هذه كانت. نعم. المرة الأولى 3 شهداء في يوم واحد ونفس العام، وهذا الآن نحن 4 شهداء خرج. نعم. بعام واحد. هناك الأخ ميسر أبو حمدية كان مصاب بالسرطان وتم إهماله قصدا لكي يموت، وهناك أيضا حسن الطرابي كان مصاب بالسرطان. نعم. عندما اعتقلوه كان مصاب بالسرطان، تم إهمال وضعه داخل السجون حتى استشهد. نعم. وهناك أيضا عرفات جرداد الذي استشهد داخل التحقيق، وهناك الأخ أشرف أبو ذريع الذي خرج وراءه كل العالم كيف هو كان من الأساس هو مقعد. نعم. أسير مقعد ومريض، لم يطلق سراحه إلا عندما تأكدوا بأنه سوف يموت. سمر بالنهاية اللقاء لأنه الوقت مش عماله بيسعفنا، هل كنت تتوقع أن تصل قضيتك بهذا الزخم وبهذه الحجم منذ أن فكرت بفكرة الإضراب عن الطعام؟ لم أفكر بهذا الموضوع إطلاقا، ولكن كنت أؤمن بأنني سأخرج بغض النظر كان هناك إسنادا أم لم يكن، ولكن كنت أقلع بأن سيكون هناك التفاف حول الإضراب، لأن المطالب الإضراب هي مطالب بسيطة، كانت هي من أجل المحافظة على الشيء العام وليس الشيء الخاص. نعم. وضعت أهداف، هي 5 أهداف كانت، 4 هي عام تشكل 95% من الإضراب، و5% هي إطلاق سراحي، والحمد لله تحققت. دعينا أن أحيي جميع الأسرى داخل السجون، وأريد أن أذكر بعض الأسماء الذين الآن هم يسمعوننا. نعم. الشيخ نزيه زيد وأحمد حبيشة، مجدي مليطات، أحمد أبو خضر وأبو العبد، إبراهيم حامد والقائد أحمد سعدات. نعم. وأبو علي، كما نشكر محمود نصار، يحيي محمود نصار وجميع الافراد الذين عايشتهم داخل قسم شطه. نعم. لهم جميعا، وعزه غوادره طبعا طير له التحيه،
كما الشيخ البعبع كما يحب أن نقول له. وجميع أنا خايفة كمان تنسى أسناء ويزعلوا عليك، كما حسين درباس وحمد درباس وإلى جميع الأسرى وأبناء القدس خاصة وأبناء قريتي الذين تم، وأخص بالذكر هنا الأسرى الذين تم اعتقالهم بمعركة بهذه المعركة. سامر وفي لك تحية خاصة كمان من الأسرى المقدسيين الأخوين يوسف وباسل أبو تايه، وكمان بقدم التحية لفهمي مشاهرة بالمولودة الجديدة عزيزة اللي هو اللي هي كما جاءت كمان فهمي مشاهرة وعلى المولودة الجديدة عزيزة، وكما أبعث تحيتي إلى باسل باسل أبو خضير اللي دخل عامل 27 داخل سجون الاحتلال. ياسين أبو خضير، عفوا ياسين أبو خضير، وجميع الأسرى. لا أريد أن أطيل بالأسماء، ولكن هؤلاء طلبوا أن أذكر أسماءهم فذكرت أسماءهم. هي من قسم شطة من غرفة 2 حتى 14 جميعهم، كي لا يزعلوا مني، وأقول لهم أن تهتموا بأنفسكم جيدا. تتحدث يا سابر بشغف عن لأنني بصراحة إخوانك ورفاق داخل تركت الأسير هو يترك أخوة وأهل داخل السجون، نحن داخل السجون أخوة نكون مع بعضنا ونتركهم وراءنا لكي ننضم إلى أهل وأخوة بالخارج، وهذا هو شعور صعب، وهم يعرفون بأنني لا أبالغ ولا أتصنع الأمور لأنهم يعرفون أني جيدا. وأخيرا ست أم رأفت، بدي توجهي رسالة لجميع أمهات الأسرى داخل سجون الاحتلال. أنا دائما بوجه رسالة لأمهات الأسرى، أنا بطالبهم بالصبر والثبات، لأنه هم هدول جنود الوطن، يعني بيرفعوا رأس كل إنسان فلسطيني ودافعوا عن وطنهم، وأسرهم يعني ما بشكل لهم هديك، صحيح هي صعبة بس ما بشكل إهانة للأمهات. نعم. بالعكس الأمهات بيرفعوا رؤوسهم في جنود الوطن. أنا دائما بحكي عن الأسرى جنود الوطن لأنهم أسروا من أجل الوطن، من أجل الكرامة، من أجل الحرية، من أجل ذرات تراب الوطن. أنا بوجه للأسرى كل تحية وكل دعائي لكم إنكم. نعم. ربنا يطلق سراحكم زي ما سامر كان، الأمل بالله كبير، وإنتوا لا تقنطوا من رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي إن شاء الله بيطلق سراحكم. ولأمهات الأسرى يعني أنا كتير كتير تألمت وكتير عانيت، ما فيش ولا واحدة فيكم عانت اللي أنا عانيته، وبتمنى لكم الشجاعة والصبر لأن الصبر مفتاح الفرج إن شاء الله. احنا طبعا منقدر معاناتك ست أم رأفت، وأيضا معاناة جميع الأمهات وأهالي الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، وبنتمنى للجميع هذه الفرحة اللي موجودة في عينيك اليوم توصل لكل الأمهات داخل سجون الاحتلال. وبدي أكرر أيضا كمان مرة لأنه خربشنا قبل شوي بالاسم، تحية لياسين أبو خضير في دخوله لعام 27 داخل سجون الاحتلال، إن شاء الله الفرج قريب وبتكون عنا في أقرب وقت ممكن، زي ما سامر بفترة من الفترات ما كناش متوقعين أن تكون جنبنا. سامر الحمد لله أنك اليوم معنا، أهلا وسهلا فيك لله. وإن شاء الله بنلتقي وأنت محقق أحلامك وأمانيك ومشاريعك في مدينة القدس. يسعد صباحكم. الله يصبحك بالخير، الله يسبحك بالخير، وكل شعبنا يا ربي يصبح بالخير والحرية والأمل يا رب، وإطلاق سراح جميع الأسرى. وأنا بشكر كل أبناء شعبي. نعم. الفلسطيني والعربي بشكرهم من كل قلبي لأنهم كانوا كلهم أمهات. نعم. لسامر مش أنا الوحيدة، وبشكر أبناء قريتي العيسوية اللي نص شبابها اعتقل من أجل سامر. يسعد صباحكم. مشاهدينا سننتقل لفاصل قصير ومن بعد هذه الفرحة إلى موضوع آخر، انتظرونا. Thank you.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا بالانتقال إلى الفقرات الثقافية لهذا اليوم ومشوارنا لهذا اليوم. مجموعة نصوص بعنوان همسة في أذنها للكاتب المقدسي جمعة السمان عن دار الجندي للنشر والتوزيع بلغة سلسة وخالية من التعقيد والتكلف تطل علينا همسة في أذنها، وبرونق أنيق لصورة الغلاف يطل علينا أيضا همسة في أذنها، والجدير ذكره أنها المجموعة الثانية بعد مجموعة نصوص تصبحون على حب. معنا اليوم الأستاذ الكاتب والقاص المقدسي جمعة السمان، يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلين أخت مي. كيف الصحة يا أستاذ؟ الله يخلي لي إياك ويخليك ويخلي لنا الإعلاميين اللي زيك اللي بينشروا هالثقافة وبيشجعوها لها الكتاب الكبار والبراعم هذه اللي عمالها بنطلع انه احنا نكبرها وتكون خلف لنا اللي تعطي هالثقافة هذه اللي انقتلت بعد سنين بعد الاحتلال هذا. كان في ركود، هلا ان شاء الله الحمد لله عمالنا البراعم هذه بنرعاها وبنحاول انه نكبرها تكون معطاء لمستقبل ثقافي حضاري لأمتنا إن شاء الله. أستاذ جمعة، ماذا همست في أذنها؟ والله أنا شوفي كلمة همسة، همسة كلمة راقية حضارية. يعني لما تقولي، لما نيجي بدنا ننصح واحد، لما نهمس في أذنه همسة النصيحة إلها مردود حلو. لما نيجي على الوقت الحالي على الصخب وعلى الصوت العالي بتكون ردة فعلها أخف. صحيح. وبعدين حتى المنتصح بتقبلاش. الهمس راقي جميل له قبول في صدر الآخر. نعم، فأنت همست بأذن الجميع. والله أنا همست بأذن كل واحد قرأ شيء من هالقصص هذه. نعم. بحيث أنها يوصل له هدفي النصيحة، كلمة الخير، الحكمة، رسالة أبوية، جمال الكلمة، بحيث أنك تشجعيه يقرأ. إحنا قراءنا قلال، يعني شعب مش قارئ. نعم، هذه مأساتنا. يعني إحنا مثلا لما بدك أنت تعمل كتاب، مشكلة أنك أنت تقدر تنشر أو تقدر تعبر عن ما في صدرك فيه، لأنه بتعرف مش فيش له تسويق. يعني الله يعني بحبنا إحنا أنه طلعتنا دار نشر زي دار الجندي. نعم. هذه جد قدمت البراعم الصغيرة اللي عم تطلع عمالهم بيساعدوها، والأدب الكبار هدول لهم كتب مخفية في الصدور أو في المكاتب أو في الأدراج. نعم. عم بتطلعوها وبتساعدهم يطلعوها. يعني بتعرف في حركة هلأ عم فيها شوية فعليا. اللي بيبلش يقرأ في همسة في أذنها بلاحظ أنه وأنت تم تصنيف هذا الكتاب، لا هو رواية ولا هي قصة قصيرة ولا مجموعة قصصية، تم تصنيفها كنصوص وكأنها نوع من أنواع البوح أكثر منه نص أدبي مغلق وجامد. من هون أنا جبت كلمة أو يعني أخذت كلمة همسة. والله يا ست مي، شغلة أنا بحب في أنا بحبش أحط قلمي في قالب. نعم. بقتلش الفكرة ولا بقتل الكلمة الحلوة مشان هقول هذه قصة أو هذه رواية أو هذا أصنفها بالتصنيفات المعتاد عليها. لا، في كلمة حلوة هون بدي أقولها. ايش بتقولوها؟ ايش بصنفوها؟ يصنفوها. نعم. انما لازم توصل على شكل خاطره، على شكل قصه قصيره، على شكل ايش ما تكون. نعم. تكون كلمه ما بشوهها، ما بخربها، بعطيها حقها كيف ما كانت عندي، كيف بتطلع من صدري، بتطلع بفكري، بطلعها. نعم. عشان هيك بتلاقيها محببه، بتلاقيها الكل يعني بيسال عليها. نعم. الحمد لله هيك. يعني أستاذ جمعة، ما يراه المتلقي في هذا، في همسة في أذنها، بيشوف أول ما يشوف هو صورة الغلاف. صورة الغلاف تعطيك إيحاء من بعيد بالأمل والجمال والهدوء. وهي طبعا يجب التمويه أيضا هون أنه صورة الغلاف هي من تصميم الفنانة والكاتبة رشا الصرميطي، من نوجه لها ألف تحية ويسعد صباحك رشا على هذا الغلاف الجميل اللي بيشعرنا بجمال المحتوى في هذه النصوص. شو علاقة هذا التصميم بما يحتويه؟ شوفي، أنا حبيت في رشا روحها الفتية المتأملة اللي فيها أمل، فيها تفاؤل. يعني شوف أنجل معها، فتاة حلوة، صبية حلوة. نعم. ووردي، شو أحلى من هيك صباحة؟ جد صباح حلو. نعم. شايفة؟ ويعني كتير أنا حبيت الغلاف. وبعدين بدون يعني حضن بلم مجموعة الداخلية، مجموع. نعم. المضمون
حضن الغلاف، حضن بضم كل ما في المضمون. هل فعلا عبر الغلاف عن جداً مضمون جداً النصوص؟ جدا جدا يعني حكى عن كل، يعني حكى عن كل قصة موجودة جوا أو كل خاطرة جوا أو كل نص جوا. نعم يعني كثير كانت موفقة أخت رشا الصح. بألف تحية طبعا رشا صديقتنا. وعلى فكرة هذه الصبية صبية كتير كتير روح طيبة عندها، كتير مثقفة، كتير بتساعد، كتير مثابرة يعني طبعا. مثابرة وبعدين خلوقة، مش خلوقة، أخلاق وخلاقة. نعم خلوقة وخلاقة، يعني كتير لها رسومات كتير جميلة بديعة، وحتى تعبيرها عن همسة في أذنها كان جميل جدا. ومن القراءات المميزة وكتب عدد كبير من سواء من رواد اليوم السابع أو غيرهم من الأدباء والكتاب والقارئين لهذه النصوص، كان لهم آراء جميلة جدا وشعور بالدفء وإحنا بنقرأ فيها. بعدين إحنا محظوظين إنه هذه برزت طفرة. نعم. يعني ما كناش نعرف، يعني ما كانش الإبداعات هذه كانت مخفية، ما كناش، بس يمكن دخولها لندوت اليوم السابع أو نعم. يعني صار في عندها انتشار والناس اكتشفتها وحبتها، حبت لغتها الأدبية، كلماتها حلوة وتصميمها بديع، يعني التنين بيلتم مع بعض، بيكملوا بعض الكلمة والتصميم. أستاذي، هل تؤمن فعلا بدور الأدب في الثقافة والتعليم وحل أو إيجاد حلول لقضايا اجتماعية وثقافية معينة، زي ما بيأثر عنا مثلا التلفزيون والكمبيوتر بشكل ممكن سلبي أكثر منه إيجابي في مجتمعاتنا؟ يا أخت مي، إحنا من غير ثقافة ومن غير أدب ومن غير أخلاق كيف منصفي؟ منصفي شغلة حياتنا بتكون صعبة. نعم. الثقافة والأدب كلمة لطيفة بتوصل للقلب، بتزيل التشنجات اللي بيكون الواحد مندفع إلها للخصم. لما يكون في حب فيش خصام. نعم. في حب فيش حرب، في حب فيش دم، في حب فيش قتال، يعني الدنيا الله حب. يعني الأدب هذا اللي بيعبر عن مثل هالصور هذه. نعم. بتخليك تميل، تجنحي للسلم، بخليك تجنحي للتفاهم. نعم. يعني تبعدي عن العنف اللي احنا منحبوش، هذا العنف اللي عماله بيذبحنا، اللي عماله بيأثر على تطورنا، اللي بيهدم قضايانا. نعم. صح. يعني طبعاً شو بتحب تقرأ لنا من نصوصك المفضلة؟ والله نظارتي القراءة يا أخت مي ما هي معي. نعم. أنا يعني كثير متأسف. يعني أو الفكرة ممكن تحكي لنا إياها داخل كتاب أثرت فيك في أو كلمة أكثر حباً. في كلمة حلوة لما كتابي، توقيع الكتاب. نعم. إلي حفيد ابن بنتي ديما، تحية لست ديما. نعم. الله يخليكي، ولد هيك نبيه وطالع لأمه، طالع ميال للفن وللحب وللأشياء الأدبية هذه، فاختار قطعة صغيرة من ما هو جوا. نعم. هون في القلب الكتاب هذا بقول فيها عن البحر، بحر مغرور، بحر مغرور، وبقول أنا أعطيت وأنا سويت وأنا بحمل السفن وأنا مش عارف، ويعني بفتخر. نعم. بحاله البحر. فالطفل هذا بقول إنه أنت عايش شايف حالك يا بحر، أنت من غير الصياد ومن غير السفينة ومن غير الباخرة ما كان اسمك بحر، من غيرنا إحنا الصياد والسفينة ما كان. نعم. اسمك بحر، يعني ما تشوفش حالك كتير. هذه هاي اللي قرأها حفيدك يوم توقيع الكتاب، والكثير حبوها الناس منه. وشو هي أكثر النصوص قربا لجمعة السمان؟ فراشة، حب بين ابن بستنجي. نعم. وصبية من الناس اللي شايفين حالهم، هدول بستنجي عندهم، فبتكبر عليه بتشوف قديش هو لطيف، قديش هو إنسان، بتتعلق فيه. المهم بتجرح بكلمة بروح خلص، بزعل منها، عنده كرامته بروح بزعل منها. فالست هذه، البنت هذه، بتصير تدور عليه بالبستان، بتشعر حالها إنها كفراشة، بتحكي لصاحباتها إنه بس بتصور إنه صاحباتها فراشات. نعم. هلأ بنقول إنه الحب كيف بيسوي؟
انه هلا هذه حبت الشاب هذا فصارت فراشه، تدور عليه في كل مكان تلاقيه كانه شروق كانه ضوء. فكل الفراشات هلا اليوم ليش بروحوا عمالهم بتجوا للضوء؟ لانهم بدوروا على هذا الحبيب اللي راح وتركها. نعم جميل. فكمان في عندك نصوص كثيره بتحس انك بتخاطب فيها الجيل الجديد، وفي نصوص لا انت بتخاطب فيها الانسان شو ما كان وين ما كان وقديش كان عمره. طبعا هو الألم انا هذا كان كل في كل ما بكتبه هذا الألم كان بيعكس ايش اللي بتشوفه عيني. نعم يعني ايش شفنا؟ حياتنا عجيبه مليانه، حياتنا فيها كثير كثير كثير. يعني لو كتبتي كل كتاب العالم اجت تكتب اللي شافوا الشعب الفلسطيني في حياته من ايام العصر التركي حد الانتداب البريطاني حد ايامنا ثريه بالماده الادبيه. نعم ماده، بس بدك فنان، ايد فنان، وبدك شعور يعرف يطلع هالاشياء هذه بشكل ادبي حلو. نعم. يخليه تراث، يعني توثيق وتراث يكون لنا. نعم. اخيرا استاذ جمعه، شو اللي بيفرق همسه في اذنها عم تصبحون؟ والله اقول لك ايش بيفرق، انا هذا لمون عليه ناس انه عميق وبدك تقرا القصه يمكن اكثر من مره، في صعوبه. لا في عمق اكثر. هذا لا، اتبخيت في السلاسل، نعومه الكلمه، نعومه هذا الفكره. نعم. هذا هو. اخيرا شو رسالتك كاب وجد وكمواطن مقدسي داخل مدينه القدس؟ والله انا همي شغله واحده، اني اترك بصمه في عالم ادبنا وثقافتنا تخلد، يكون فيها الكلمه الحلوه، يكون فيها الحكمه، يكون فيها مرجع للاجيال القادمه اللي يضلوا يتذكرونا ويقول انه في عندنا كتاب عرب. نعم. جيدين، يعني يؤدوا للعالم شيء ادبي حلو. إن شاء الله يا رب تتحقق هاي الأمنية، وأكيد أنت تركت بصمة جميلة جدا في عالم الأدب المقدسي والفلسطيني والعربي. وكمان هاي دعوة منا لكل الناس اللي بيشوفونا هلأ يقرأوا همسة في أذنها، ولو بدهم يتعمقوا أكثر في الأدب ويتعمقوا أكثر بالمفاهيم الإنسانية اللي عايشها جمعة السمان يقرأوا كمان تصبحون على حب. الله يخلي لي إياك يا رب. يسعد صباحك أستاذ جمعة، ويخلي لنا ست مي وأمثالها من الإعلاميات اللي بهمهم إنه يجسروا ثقافتنا وحضارتنا، وإنه إحنا شعب متقدم وفي مقدمة الأدباء ومقدمة المثقفين. وشكرا لك على هذا اللقاء. أهلا وسهلا أستاذ جمعة السمان، والتلفزيون الفلسطيني اللي بيهتم بأمور هالفنانين هدول. بس كلمة واحدة بدي أعتب عليها على المؤسسات الرسمية الثقافية تبعتنا. نعم. غائبة والله، غائبة موجودة. المجهودات كل هذه اللي بتصير مجهودات فردية، ويعني الله يعينهم ويا ريت. نعم. يلتفتونا بعين الله ان شاء الله، خصوصا احنا قلنا خلص احنا طلعنا فوق، بس للبراعم هذه، لانه اذا ما فيش برعم ما فيش حياه. نعم شكرا، يعطيك الف عافيه استاذ جمعه، فرصه سعيده، سعدت جدا بلقائك. الله يخليك، وانا كثير والله. مشاهدينا سننتقل لفاصل قصير ومن ثم نتابع باقي فقراتنا. اهلا وسهلا فيك. أنا من هذه المدينة، أنا
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ووصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وختامها مسك. في الفقرة القادمة فنانة ذات نشاطات فنية متنوعة في الرسم والموسيقى والتمثيل أيضا، جاءت اليوم لتشاركنا الحلقة بعودها وصوتها وبعيدها. الله يخليك، شكرا شكرا. دورين نير، يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي، كيف الصحة اليوم؟ الحمد لله، مبسوطة أنه الدنيا شمس اليوم وأخيرا أهون. كنا مشتاقين للشمس. دورين منير، خلينا نبلش بداية ببداياتك ومن وين بلشتي بالفن وبمشروعك الفني اللي وصلتي فيه لليوم، وبعديها بنحكي عن اليوم شو بتعملي. تمام، أنا بلشت مشواري الفني على خشبة المسرح. بلشت ب93 أدرس الدراما في مسرح أشتار في رام الله، وقبل ما ينتقلوا على رام الله درست هناك تأهيل ممثل، بعدين تأهيل معلم دراما، بعد هيك درست في جامعة القدس أبو ديس فنون جميلة. نعم. وأثناء دراستي للفنون الجميلة التحقت بالمعهد الوطني للمعهد إدوارد سعيد للموسيقى، درست هناك آلة العود، خلصت 5 مستويات هناك، وبعد هيك قررت أروح على أترك كل إشي. طبعا هذا كله مع شغلي في المسرح. بعدين قررت أترك كل إشي وأروح على مصر وأكمل دراستي في المسرح، في الموسيقى العربية. فالتحقت في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة، خلصت هناك عمليا 3 سنين. صارت الثورة المصرية، كنت في نص السنة الثانية عالي، هو الدراسة هناك 5 سنين عمليا. وقت الثورة دعوني شؤون الطلبة، أنت موقوفة عن الدراسة، ليش فيش عندك موافقة أمنية أصلا أنك تدرسي عندنا هون؟ فبميت زور خلوني أكمل سنة تانية، وبعد هيك روحت درست فنون خبيرة بشرة، باراميديكال استيتيشن. جميل، يعني هذا خلاك كمان تكوني معنا اليوم، وممكن نلاقيك بأي وقت كمان. دورين، شو بدك تسمعينا اليوم؟ أول إشي بدي أوجه تحية وتهنئة للبطل اللي كان قاعد هون قبل شوي، سامر العساوي، وبحب أهديه أغنية بس، ولكن في رؤية فنية شوية مختلفة. نعم. غير عن اللي تعودوا عليها المستمعين. طلعت يا محلى نور، تفضلي. كلنا سمع. يا سمر يا حلي، وين قدم لي
صوت دورين مش بس لسامة لساوي وصلت الرسالة كمان إلا وصلت الرسالة بشكل مختلف زي ما أنت بدك بالضبط. دورين أنت قمت بتأسيس جمعية شهرزاد للثقافة والفنون. حدثينا شوي عن هاي الجمعية، فكرتها، أهدافها، ومين اللي بيشاركوك فيها؟ هي جمعية فنية ثقافية، فكرتها وهدفها الأساسي تنمية المجتمع وتطويره من ناحية فنية وثقافية. هي عمليا هي فكرة أكاديمية تمام، ولكن في إطار جمعية أكاديمية فنون، وهذا يعني أنا حلمي يعني مشروعي. بنعلم فيها مختلف أشكال وأنواع الفنون، منها فنون جميلة، فنون وفنون الجميلة بشقيها يعني الجميلة والتطبيقية. بنعلم كمان برضو فيها عزف على آلات مختلفة، منها العود، البيانو، الجيتار، الكمان، البزق، الناي، القانون. وبكون والتعاون هون في هاي الجمعية عشان هاي الدورات الفنية مع أكاديميين فنانين موجودين في البلد معروفين. نعم. ومين الفئة المستهدفة من هاي الجمعية؟ مين بيقدر يستفيد من هذه الأكاديمية؟ عمليا كافة الأعمار. نعم. يعني إحنا مش محددين عمر معين، لأنه كتير مرات مثلا بيجوني أمهات، مدراء مدارس، ناس كبار في السن حابين مثلا يتعلموا آلة معينة، وما صح لهم يتعلموا هاي الآلة لما كانوا في جيل صغير في معهد، وما بيقدروا يروحوا يقعدوا بين أطفال في معهد أو في أكاديمية حاليا. فهذا كمان برضو جيل مستهدف، يعني الكبار في السن وغير الصغار. يعني وين مقر الجمعية وكيف ممكن يتواصلوا معكم الناس؟ مقرنا حاليا في رام الله، منطقة المقابلة لسطح مرحبا، يعني اسمها منطقة تل النصبة. هذه بتيجي وين بالضبط؟ وين عرابي تاع السيارات، الطلعة مش تلقى القرية. في ويب سايت أو ممكن حدا يتواصل معكم عن طريق؟ طبعا في صفحة للجمعية على الفيسبوك، فممكن إنه التواصل معنا عن طريقها، وممكن كمان برضو عن طريق التليفون. نعم، يعني ممكن يتواصلوا معكم وممكن يعرفوا شو هي المجالات اللي ممكن هم حابين يتعلموا فيها ويستفيدوا منها أكثر. دورين أنا لازم أستغلك وانت موجودة عندنا، شو بدك تسمعينا كمان؟ بديش أحكي، حابة أسمعكم أغنية من التراث الفلسطيني طبعا، يعني هذا واجب وطني علينا. يعني نعم تفضل. عملك سوايا
خفيه بنصوب الزهور يشرح هواك اللطيف عما كسير المياه هلا لا لا هلا لا لا عيني لي بنية طاب الهوى يا حلو عما لك شوية دورين إن شاء الله يعني بديم الفرح في قلبك وفي عينيك اللي وطول ما أنت بتعزفي وبتغني وبدام الفرح وهي بيوصلنا بشكل مباشر دائما. اليوم كانت حلقتنا كتير مميزة فيها فرح أعياد الميلاد وفيها فرح الحرية لسامر العساوي وكمان أنت زينتينا في آخر الحلقة بهاي المقطوعات الموسيقية وبهذه الأغاني الحلوة وبحكي لك أنت وصلتينا إياها بشكل مختلف عن ما إحنا بنعرفها بالأساس. الله يخليك تسلمي. يعني أنا بتمنى تكون سنة خير للجميع فيها حب وسلام وبكفي مشاكل. يعني نعم. إحنا تركين هالدنيا مش مخدين منا إشي يعني بكفي يعني نعم. خلينا نعيش بطريقة فيها أكثر حب لأنه نعم. الحب هو بصراحة يعني الحب والفرح هو مفتاح لكل المشاكل ممكن نواجهها بحياتنا. دورين لا يمل الحديث معك ولا يمل كمان سمعنا موسيقتك ولا صوتك الوقت تعمله بسرقنا أو سرقنا وخلص يعني بدي أحكي لك كل عام وأنت بخير وشكرا لوجودك معنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا لك وشكرا لكم يعني الله يخليك. أهلا وسهلا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا قدس بالجمعة الأخيرة من عام 2013. كل عام والجميع بألف خير. يعطيهم العافية شباب في مكتب تلفزيون فلسطين في رام الله وكذلك في تلفزيون فلسطين في القدس. شكرا لمتابعتكم. بنشوفكم الأسبوع الجاي على خير وبأول جمعة من عام 2014. إلى اللقاء.